وين ما تكون في تونس سوسة صفاقس ولا المستير في الماكلة ما عادش تحير دونك تيليشارجي ياسير اكسبريس لابليكاسيون دو ليفريزون اللي تحط على ذمتكم برشا ريستورونات اي ان لارج شوا في لي مينو مش هذا اكاهو دونك الحاجة سبيسيال عند ياسير اكسبريس اللي هي تمتع لي كليون تاعها على طول الجمعة بدي برومو تري انتريسونت يوصلوا حتى ل 50% على سوم الكوموند اللي تعديها على لابليكاسيون دونك تلقاو لي زوفر الكل على الباج فيسبوك والكونت انستغرام نتاع ياسير اكسبريس ما لفاش تستنى تيليشارجي لابليكاسيون وتمتع بلي بون بلان ميرسي ياسير اكسبريس نرجع بعد لي شيف في الختام فاطمه نذكروا مشاهدينا بعناوين طبخنا ونبدو مع الشيف فتحيه أنا اليوم حبيت نوريكم كيفاش نعمل الباتي اللي هو العبيد الكل يظهر لهم اللي هو صعيب باتفيتي استعملت فيه الهبرة المفروم المزرعة حطيت فيه جوتا مرياح حطيت جبن مغوياغ مرياح فرينة عادية وردة عملت له دوغيوغ بالعظم المزرعة معناها في أبسط الحالات عملت الباتي هذا وقت اللي تحلوا الكعبة الباتي تشوفوا اللي وسطها معبي كغني بالقداء وتشوفوا جبن كيفاش يتجبد رغم اللي طايب وبدا يبرد لكن الجبن يقعد بين ديما يتجبد خاطر جبن حليب صافي هذاك علاش أنا ديما نختار في الحاجات هذوما جبن غوياغ ولا أي نوعية جبن مرياح نتأكد من النتيجة في الأخر مع هذايا عملت البسكوي هذا البسكوي اللي أيوب يعيط له مقروض لكن هو ماهوش مقروض البسكوي هذا طليان راهو البات نتاعو بالفرينة سبيسيال وردة فيه معجون سيكام الفغاز نجمو تعملو مشماش ولا سفرج ولا أي نوع معجون حطيت فيه اللوز نخلطو اللوز مع المعجون باش ما يفيضش حطيت فيه شويه حطيت فيه زبده مرياح حطيت عظم وخلطته بالفرينه سبيسيال جاتو ورده وريتكم التكنيك نتاع الاستعمال نتاعو وحطيته يطيب في كوشه 180 مده ربع ساعه وخرجته يبرد ونخليه يبرد باش ينجموا يذوقوه مازال ما ذاقوا شيء هذه كانت دبرت اليوم نتلقاو ديما في نفس القناه تاع التاسعه في نفس الوقت في دبره جديده ونهار جديد يعطيك صحة شيف فتحية مشاهدينا أنا اليوم حضرت وصفتين الوصفة الأولى كانت المرقة زعرة بالبنادق بالمفروم دودان من عند المزرعة معها حطيت أنا شوية لوبيا حطيت شوية ملح دونك نعرفوا مرقة الملح نعملوها حمرة أكثر الحال أنا اليوم حبيت نعملها زعرة بطريقة بسيطة وسهلة الفحات نتاعها البنينة من عند الصنافة حطيت فيها شوية تابل وكركم شوية ثوم شوية ملح فلفل أكحل وما تنسوش في الآخر اللي يحب يحط لها شوية كزبرة أخضر يعطيها نكهة ممتازة بالنسبة للسلطة السلطة نتاعنا اليوم استعملنا فيها أساسا زوز أنواع نتاع خضرة اللوبيا الخضراء والبطاطا وزدنا عليهم النوع الثالث هو التوماس فريز قصيناه على اثنين اللوبيا الخضراء نتاعنا نعطيكم سر الطياب نتاعها نحطوا لها الماء يسخن نسقطوها مده 10 دقائق ماكسيموم هكاك نخرجها ونبردها بالماء يبدا في غلاسون من المستحسن باش نحافظ على اللون الاخضر نتاعها المزيان ونحافظ عليها تتقرمش دونك بعدها نسقطرها من الماء هذاك ونخلطها مع مكونات السلطه اللي زدنا عليها مكعبات نتاع فخوماج من مرياح اللي اخترنا فخوماج سيسيليان بالمعدنوس وزدنا عليهم زاده مكعبات نتاع سوسيسون الاي من عند المزرعه شاركوتري البنينه اللي قدموها لنا ما تنسوش في التزيين تحطوا لها عظيمه طايبه بالكدا وتحطوا لها طريفات تن اخترتهم اليوم تن الموجه اللي بزيت زيتون هذيك الحكه الصفراء صحه وفرحه لكم مشاهدينا تستنونا ديما في نفس التوقيت على قناه التاسعه في برنامج الماتينال انا والشيف فتحيه نودوكم كل يوم بالدبره الى اللقاء مشكورين يعطيكم الصحة أنا تويكا نحب نشكر سونتر ديستيك باك ستيج اللي تلقاوه في العوينة باج فيسبوك انستغرام باك ستيج تليفوناتهم موجودة تنجموا تطلبوهم تاخذوا لي رونديفو كيف كيف تتعرفوا شنو هما لي برومو الموجودين عندهم الكل كيما نشكر زادة انزو شوز اللي نلقاوه في المنزه السابع بعد سونتر كرام باج فيسبوك انستغرام انزو شوز وانزو شوز اوفيسيال ديما نعاود نذكر اللي هما كل جمعتين عندهم كوليكسيون جديدة كيما يعملوا دي برومو على كوليكسيون اللي قبل اللي تفرح انسا ورجال وخاصة الصغيرات كيما زاده نشكر إليو ستايل اللي نلقاوها في برشا بلايص نلقاوها في تونس نلقاوها في سوسه والمستير إليو ستايل انا مثلا نلبس من عندهم في بوتيك سكره تلقاو عنده حوايج نساء ورجال عندهم الاكسسوار ياسر مزيانين كيما تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعهم والانستغرام إليو ستايل وتمتعوا بلي برومو كيما تمتعوا بالحوايج اللي ياسر ياسر مزيانين من عندهم ميرسي زاده فريق الاعداد زميلتنا هلا بن جمعه ميرسي الفريق التقني ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج تربط
التونسي. ملتقانا إن شاء الله غدوة. بسلمة. علاش ليه؟ يا اللي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وردة سرنا المحبة تن البدر صحة ونكهة وبنا. عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ أحسن دجاجة دجاجة المزرعة متفهمين؟ داند المزرعة بنة الحم هبرة من غير شحم. الصنافة البنة الزمنية بدون مصبرات ولا مواد إضافية. أنت الحرة بين نساهم، أنت الفن وأنت للاهم، تصنيفك تفوت قدام وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي معونه كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة خلي الناس تشوفه معنا تعرف الفايدة. أحسن ما في السوق ليك والباقي العيلة بيديك انتي تحفل وتمنى الميدة. OMS Cuisiner autrement.